ترأس ماسك لأكثر منصة شهرة ونفوذا في العالم يثير القلق حول كيفية إدارة العملاق الأزرق. المالك الجديد تعهد وبدأ بتنفيذ وعوده، قالها تويتر ليس مجانيا، رأينا ذلك أقلها على أصحاب علامات التوثيق الزرقاء. لكن ما قد يثير القلق أكثر حين أشار إلى أن الكلام غير المقيد يجب أن يكون هو القاعدة على الموقع. في المقابل يواجه ماسك الذي يزعم بأنه مطلق حرية التعبير ضغوطا كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتطرف على المنصة، وهو ما بدا لافتا بعيد استحواذه على المنصة. نسبة الافتراء العنصري ارتفعت 1700% وبلغت ذروتها عند 215 إشارة كل 5 ثوان، وذلك وفقا لبيانات من داتا ماينر شريك تويتر الرسمي. أوروبا كلها التي تئن تحت وطأة الاحتجاجات بسبب أسعار الطاقة قلقة من تخفيف الإشراف على المحتوى، والمفوض الأوروبي المكلف بالإشراف على السوق الرقمية شدد على أن العصفور سيحلق، نعم لكن وفق القوانين الأوروبية. غير أن المثير للقلق هو ما يمكن أن يخلقه ماسك من فوضى أكبر. صحيفة نيويورك تايمز وصفت الرجل بأنه لاعب أساسي في الفوضى الجيوسياسية. كيف؟ تغريداته بشأن مناطق الصراع في العالم مثل حرب أوكرانيا، تظاهرات إيران، وأزمة الصين وتايوان.